السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غدا نوجد معكم المملحات، تيجيو زوينين. غادي نحتاجو في المقادير، عندنا هنايا 125 غرام ديال الزبدة، 125 غرام، نص العلبة. عندي واحد ياغورت مسوس، نحتاجو جوج معالق صغار ديال المطاغ الخردل. وعندنا هنايا ثلاثة ديال الفروماجات 30، عندنا معلقه كبيره ديال الزعتر، عندنا بيضه، معلقه صغيره ديال الهريسه، شويه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الفابريكا ديال التحميره، والملح هنايا، واللي عنده الثوم بودره انا ما عنديش، دايره هنا نص فص ديال الثوم، غير نص حكيته شويه. وعندي هنا نص كاس ديال زيت الزيتون، انا غنزيد عليه الزيت العادي، يعني كاس مخلط ما بين زيت الزيتون وبيضه كيف كيبان لكم. وهنا الطحين عندي كيلو، غنشوف شحال غادي نحتاج فيه. وغادي ندير واحد شويه ديال الخميره، ماشي خميره، غندير غير شويه منها، ما نديرهاش كامله. دابا غندوزو نوجدو. من بعد ما درت ثلاثه ديال الفرماجات غادي ندير بيضه، ندير الزبده نص العلبه، نخدم الزبده شويه مع الفرماج تذوب مزيان. هنا غندير التحميره، ندير التوابل كامله اللي بزار، ديري ليا الجنعانه، زيتي، جوج معالق ديال المطاط صغار، واحد ياغورت، نمزج كلشي مزيان. انا عندي الزعتر غير نقيتو، غير حكيتو غير شويه بين يديا، ما محكيتوش مزيان باش يبقى باين. ندير كاس ديال الزيت اللي مخلط، هنا الدقيق ندير غير بشويه بشويه، باش يجيو مرفوفين خصهم العجينة شي شوية قاصحة. مثلا نزيد
انا دابا من بعد ما عجنت العجينه ديالي حسات ليا 750 غرام كيلو لا روب هنا ديال الطحين. صافي انايا جمعتها دابا غنشكلها كويرات ونوريكم المشكيلات اللي غادي ندير. دابا من بعد ما جمعت لي العجينه ديالي خرجت 4 ديال الكويرات منها غنحطهم جانبا وغنجيب ورق ديال الفران غنديرها هنا وحده. دابا من بعد ما ورقتها مزيان بالمدلك خاصها تكون رقيقه غندوز بالجوار مي عندي جرابه ديال الكيسه هي اللي غندوز بها كونوا خطط قاده. دابا انا مكتفي بيه بحال هكايا نحطه في اللاطه صافي ندوز معكم الشكل الثاني. دابا ندوز معكم الشكل الثاني صافي غادي نوثقوا بالمدلك صراحه مزيان. صافي ورقتها مزيان رقيقه خصها تكون غليظه. باش تجيني ساهله نهزها ديال الطلاقه. دابا غنديرها خطوط طوال بحال هكايا غادا نقطعهم بحال هكايا على الطوال بحال هكايا الشكل اللي بغيت. صافي نحطهم حتى هما في اللاطه. دابا غندوز معكم الشكل الثالث. صافي نقادها مزيان صافي انا غنقادو حتى هو. صافي من بعد ما قطعتها كامله مثلث دابا نوجد معكم الشكل الرابع والاخير. قعدت غير هذا الشكل الاخير. عندي هاد القطاعه ديال البطاطا غادي نمشي بها بحال هكايا. انا ما عندي الجراره عندي غير هذه هي اللي غادي نخرج بها التشكيلات صافي غادي نمشي بهم بحال هكا بان لكم. ندير شويه ديال الطحين صافي نمشي بهم بحال هكا.
اللي عنده جرارة ديال الحلوى راه يدير بها. صافي نستمر بحال هكا تنكمل. من بعد ما ساليت هذا الشكل الاخر دابا غادي في الفران نديرو يطيب ونتلاقاو ان شاء الله ملي يطيب. الشكل ديال المملحات ملي كملتهم كيفاش جاو، صراحه جاو زوينين، الشكل ديالهم زوين وحتى في المذاق جاو مقرمشين. نتمنى يعجبوكم وساهلين، نتمنى يعجبوكم، وإلا عجبوكم ما تنسوش تشاركوا في القناة فضلا وليس أمرا، ديروا شي جيم وابوني وشي تعليق يكون زوين إلى بغيتو. وشكرا لكم بزاف والسلام عليكم.